قلنا التحرك والتمركز، ودي مشكله. هل من المعقول النهارده حكم في يعني النخبه اول مره في، شوف الحكم فين يا كابتن؟ تمركز خاطئ جدا للحكم، عدم توقع لطرق اللعب، وبالتالي هنا دخل نفسه في محيط اللعب. طب ادي حاله. تعال روح للحاله اللي بعد كده، نفس الشيء. الكره بتيجي فين؟ الكره بتيجي في الحكم، وبيبتدي يعمل اسكار. النهارده بيعمل ايه؟ حكم يتدخل في محيط اللعب، ودي الف ب. حكم في افريقيا انت ولا عندك توقع ولا عندك قراءه ولا عندك كمان تركيز في استئناف اللعب في مباراه سهله، ما بالك لو مباراه صعبه. نروح بيه للحاجه المهمه جدا، للحكم الرابع. هنا في مخالفه ايضا، هنا المخالفه بتهور ولم تحتسب مخالفه، وهنا البطاقه ما بتطلعش، دي كلها مخالفات. تعال روح لاخر حاجه، وده دليل على كلامنا. مين اللي نزل يا كابتن اسامه؟ 18. انت متخيل؟ اللوحه عليها 10 وعليها 16. حتى الحكم الرابع فقد التركيز. 10 يعني دي حاجات يمكن لحد في ناس كتير ما تاخدش بالها، ان انا رقم 18 نازل وطالع رقم 16. هو عمل هنا ايه؟ ورقم 10 مش موجود. رقم 10 مش موجود في الاسكور، مش موجود في الاسكور. لعيب مهم مش موجود في الاسكور. 10 كان قاعد في المدرجات فوق. اذا انا عاوز اقول بنهايه الحاله ديت، هنا التركيز يجب ان الحكم ان يطور من ادائه فيه. التركيز، التوقع، القراءه، التحرك، قراءه اللعب مهمه جدا جدا. من التحكيم الحديث يا كابتن اسامه لابد تدرس قبل المباراه تحركات النادي الاهلي، تحركات الفريق الاخر، تشوف مين هنا عنده ايجابات ومين هنا عنده سلبيات، وتبتدي تشتغل. ولكن الحمد لله المباراه مرت بخير. نتمنى يكون التحكيم اللي جاي في الماتش اللي جاي موفق لاسامه، ودي كانت اخر حاجه عنده. اشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر، متمتعنا كالعاده. اشكرك كابتن اسامه، شكرا. اخيرا كابتن عادل، رجل مباراه اليوم. رضا سليم. رضا سليم. كابتن عماد. انا راجل مدافع يا اسامه. ياسر. ياسر. دكتور احمد. ياسر ابراهيم. وانا بضم صوتي لصوتكم، ياسر ابراهيم. 3-1. صدق انك بعتني. مش كنا 2-2؟ ياسر ابراهيم بعتني في اخر لحظه. تقييمه 8/10. رضا سليم 7/10. لكن النهارده مكسب مكاسب المباراه المهمه جدا. اكيد رضا سليم. برافو عليك. النهارده خروج اللعيبه دول صوت عالي. لكن رجل مباراه الاهلي امام اورلاندو اليوم هو ياسر ابراهيم. شرفتنا ونورتنا يا كابتن عادل. الله يخليك، ومبروك على المباراه القادمه ان شاء الله. بعد الجهد نكسب ان شاء الله باذن الله. يا رب. شرفتنا ونورتنا يا كابتن. شكرا كابتن اسامه، شكرا كابتن عادل، شكرا للدكتور ثابت، وبالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في المباراه القادمه اهم باذن الله ان شاء الله. شرفتنا ونورتنا دكتور ثابت. لا نور حضرتك كابتن اسامه، وسعيد بالتواجد مع حضرتك ومع كابتن عادل وكابتن عماد. وبكره كمان في مباراه بوتافوكو، يعني عشان الناس تتابعها يعني. بكره طبعا زي ما الدكتور ثابت بيقول، يعني احنا ان شاء الله باذن الله عندنا مباراه مهمه اللي جايه، مباراه الانتر كونتيننتال دور قبل النهائي. الاهلي هيواجه يوم 14 الفائز من بوتافوجو البرازيلي، وباتشوكا المكسيكي هيلاعبوا بعض يوم 11، والكسبان منهم هيواجه الاهلي يوم 14 باذن الله. كل التوفيق للاعبي النادي الاهلي. اللي احنا محتاجينه الفتره اللي جايه لعيبه تقفل على نفسها، دعم ومسانده من كل جماهير النادي الاهلي. مش عايزين الفتره اللي جايه نتكلم مين ماشي ولا مين جاي ولا مين الصفقات، لكن كل تركيزنا منصب على المباراة المهمة، هي دور قبل النهائي، وبإذن الله نقدر نفوز ونكسب ونروح لمباراة ريال مدريد، ويقدر إن شاء الله يتحقق الحلم الأهلاوي بالوصول لنهائي بطولة الإنتر كونتيننتال. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. وصلنا كده للنهاية. سلام.